أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. تنبيه من درجة ثانية عن تهطل لأمطار معتبرة سالم مفعول على المناطق الوسطى والشرقية إلى غاية أمسية اليوم إن شاء الله. ما خلال يوم الغد سلسلة من الاضطرابات الجوية ستتوالى على المناطق الشمالية، ستخص خاصة الواجهة الشرقية أمطار على شكل زخات تكون معتبرة بحول الله تحت وقع رعود مرفوقة بحبات من برد على السواحل وكذلك المرتفعات. بعض الأمطار كذلك ستزداد غزارة خلال أمسية على المناطق الوسطى مع هبوب رياح قوية، بينما على الواجهة الغربية سحب عابر احتمال لبعض الأمطار المتفرقة لتلتحق الأمطار وتكون تحت وقع رعود خلال الليل. جنوبا في الأجواء مستقرة عدا سحب رعدية على منطقة تندوف لتلتحق الأمطار خلال الليل على منطقة الصورة. خلال هذه الليلة وقت صباحة الغد مقاييس ما بين 10 درجات لغاية 16 درجة على الواجهة الشمالية، 23 درجة على الصحراء الوسطى، 29 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد درجات الحرارة القصوى لن تتعدى 18 درجة على باتنا، 16 درجة على الجلفة، مقاييس ما بين 20 لغاية 26 درجة على الواجهة الساحلية، 32 درجة على بشار، 29 درجة على تندوف وبني عباس، 32 درجة على الصحراء الوسطى، لن تتعدى 37 درجة على مرتفعات الوقار والتصيلية، 44 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر سيبقى قليل اضطراب شرقا لكن مضطر محليا على كل من السواحل الوسطى وحتى السواحل الغربية، رياح ستشتد غربا تصل لغاية 50 كيلومتر في الساعة. دائما تواصل لتهطل الأمطار شكل زخات ستخص الواجهة الساحلية والمرتفعات تكون معتبرة على منطقة الأوراس، بعض الأمطار على منطقة الثورة لتلتحق ليلا على منطقة الواحات، درجات الحرارة في استقرار. خلال يوم الأربعاء بحول الله تحسن ولو طفيف على الواجهة الساحلية الغربية، رغم ذلك سحب ماطرة رعدية ستخص الواجهة الوسطى وكذلك الشرقية حتى المرتفعات الداخلية وأجواء مستقرة على الجنوب. خلال يوم الخميس تحسن ملحوظ في حالة الطقس على الواجهة الساحلية الغربية والوسطى، رغم ذلك سحب رعدية أحيانا بعض الأمطار ستخص الهضاب العليا الغربية والوسطى، لكن تواصل لتهطل الأمطار على شكل زخات ستخص الواجهة الشرقية تحت وقع الرعود وأجواء مستقرة على الجنوب مع ارتفاع ولو طفيف لدرجات الحرارة خاصة على المرتفعات والهضاب. غروب الشمس ليوم الغد سيكون بحول الله في تمام 7:58 دقيقة. أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.